هنا اروح للكابتن خالد جد الله، نجم طبعا النادي الاهلي السابق ونجم الكره المصريه، واساله عن التغييرات اللي طرأت على النادي الاهلي. كابتن خالد برحب بيك. برحب بيك يا اسلام، ازيك حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله تمام. فوجئت بالتغييرات اللي حصلت في النادي الاهلي في لجنه التخطيط في رحيل خالد بيبو، ولا كان طبيعي بالنسبه لك؟ لا انا يعني بالنسبه لي وبالنسبه لكل الناس، قرارات النادي الاهلي دايما لما بيجي بياخد قرار بيدرسه بشكل كويس جدا، ودايما كابتن خطيب بيحط مصلحه النادي الاهلي في الاول. يعني اول حاجه بيبص لها مصلحه النادي، فمصلحه النادي من خلال التغييرات دي اكيد هي تغييرات من وجهه نظر كابتن خطيب ومجلس الاداره، ان هي تغييرات هتكون في صالح النادي الاهلي وهتكون في صالح الفرقه بشكل كبير جدا. يمكن مستر كولر كان ليه راي في موضوع مدير الكوره، بعيد عن الاسماء، بعيد عن من يشغل هذا المنصب. هو كان اعتراضه على المنصب نفسه كمدير كوره، لان هم بره في اوروبا المنصب ده مش موجود، في مدير رياضي للنادي ككل ولكن كمدير كوره للفرقه مش موجوده، فهو ده كان وجهه اعتراض مستر كولر. كابتن خطيب استجاب لي لان هو عايز ان الامور تبقى مستقره، وان الراجل يشتغل في مناخ هو يبقى مستريح نفسيا فيه، في ظل ان الراجل واخد كل البطولات السنه اللي فاتت. فطبعا لازم يساعده، طالما هو ليه وجهه نظر لازم يأيدها ويعملها له، بحيث ان هو بعد كده يقدر يحاسبه. النادي الاهلي السنه الجايه فيه بطولات كتيره جدا هيشترك فيها، وبطولات كبيره، فمن حق الراجل ان هو ليه اي مطلب ان النادي يعمله له، اداره النادي تعمله له عشان تقدر تحاسبه بعد كده. كهربا هيقعد ولا يمشي من وجهه نظر حضرتك كابتن خالد؟ ما هو وجهه نظري انا وانا بعيد كده، لا انا شايف ان كهربا كان ليه دور برضه، يعني سيبك من الفتره الاخيره، كهربا جه في وقت من الاوقات كان ليه دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي بالعديد من المباريات، وكان بيلعب برضه في مركز راس الحربه وهو مش مكانه، وكان ماشي بشكل كويس وكان بيجيب اهداف. انا شايف ان هو ادى بشكل كويس جدا، يمكن حصل بقى دروب بعد كده من ناحيه الخلاف مع كولر، من ناحيه الفرح بتاع اخت كهربا لما قعد، يعني القصص اللي احنا سمعنا عنها دي. من اللحظه دي الامور اتغيرت بالنسبه لكهربا من ناحيه نسبه المشاركه بتاعته، ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه على ما قدمه كهربا مع النادي الاهلي يستحق ان هو ياخد فرصه ثانيه، يعني ياخد فرصه ثانيه في ظروف كويسه، في ظروف نفسيه يكون هو مؤهل نفسيا بشكل كويس وياخد فرصه ثانيه. ده من وجهه نظري الشخصيه، ولكن جوه المطبخ ايه اللي بيدور او الكواليس اللي جوه الفرقه احنا برضه ما بنبقاش عارفينها بنسبه 100%، ولكن انا بتكلم من اللي انا شفته. كهربا ادى في وقت، ادى للنادي الاهلي، ادى بشكل كويس جدا، عمل مباريات كويسه جدا، احرز اهداف كانت حاسمه برضه بالنسبه للنادي الاهلي. فنظير الفترة دي ممكن، يعني ممكن نقول ان هو من حقه ياخد فرصة تانية ويكون مستريح نفسيا، يعني على الفرصة ياخدها وهو برضه محطوط في ظروف نفسية تساعده ان هو يبقى كويس. يحيى عطية الله واشرف داري، يعني الى جانب يوسف ايمن، الصفقات اللي عقدها لغاية دلوقتي النادي الاهلي هل هي كافية، ولا شايف ان النادي الاهلي عن صفقة محمد علي بن رمضان ممكن يبقى فيها مشاكل، ممكن ما تتمش للضغوط اللي على اللاعب بعدم التواجد في النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي ممكن يعني يتمكن من التعاقد مع لاعب بديل غير محمد علي بن رمضان؟ لو اتكلمنا على اشرف داري وعطية الله، لا مركزين كانوا قوي بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يدعم نفسه فيها ودعم الفرقه نتيجه رحيل محمد عبد المنعم واصابه علي معلول. فانا شايف الصفقتين دول كانوا هيدوا تقل بشكل كبير جدا لفرقه النادي الاهلي الموسم القادم، لان النادي الاهلي كان محتاج تدعيم في المركزين دول. وبعدين الاثنين لعيبه عندهم خبره كبيره،
اساميهم كبيره لعبوا على مستويات عاليه، فهيبقوا اضافه كبيره جدا وصفقات ناجحه بالنسبه للنادي الاهلي. بديل محمد علي بن رمضان؟ ما انا مش يعني انا من وجهه نظري النادي الاهلي مش محتاج في الحته دي، يعني لو جه ماشي، ما جاش مش هيفرق، لان النادي الاهلي بيمتلك في خط نص، عنده خط نص، عنده وفره من اللعيبه كلهم يقدروا يلعبوا في اماكن كتيره في نص الملعب. فانا شايف ان محمد علي بن رمضان من خلال حتى متابعتي الفنيه ليه من خلال الماتشات الموسم اللي فات، لو جه هتبقى صفقه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن لو المفاوضات تعثرت لاي سبب من الاسباب مش هيأثر بشكل كبير مع النادي الاهلي. القندوسي يمكن ظهر بشكل مميز مع فريق سيراميك كليوباترا، والمسؤولين في سيراميك كليوباترا عندهم الرغبة في استمراره أو تجديد الإعارة مرة تانية للموسم اللي جاي. شايف إن هو يرجع النادي الأهلي ولا يستكمل الإعارة مع سيراميك كليوباترا؟ لازم نفرق بالنسبة للعيبة. اللعب في وسط فرقه النادي الاهلي ده شيء، وان انت تتالق مع فرق تانية ده شيء اخر. ليه؟ وهنتكلم فنيا بعيد عن الاسماء، وبعد كده انا هكلمك على القندوسي. يعني ممكن لعيب يبقى في فرقه مثلا زي من الفرق اللي موجوده في الدوري، سموحه، سيراميكا، زد، يكون متالق ويكون هداف ويكون بيأدي بشكل كويس جدا، لان الماتشات بتاعه الفرق دي مع بعض بتبقى مباريات مفتوحه، مساحات فيها بتبقى كبيره جدا، برضو كل فرقه ما بترتدش للدفاع، ما بتلعبش على النقطه، لا بتلعب ان هي ممكن تكسب. فبتلاقي الجيم فرقه بتدافع وفرقه بتهاجم، الفرقه اللي معاها الكوره بتهاجم والفرقه اللي معاهاش الكوره بتدافع، فالماتش بيبقى مفتوح. عكس لما ينتقل هذا اللاعب اللي هو ممكن يتالق في ظل الظروف دي اللي انا قلت لك عليها، لما ينتقل بقى للنادي الاهلي معظم الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي، لو قلنا 90% 95% من الفرق بتاع الدوري العام لما بتلعب قدام النادي الاهلي بتبقى عايزه البونت، فبتلعب جيم دفاعي بحت، نقدر نقول 90% دفاعي، فما بيكونش فيه ولا مساحات، بيبقى فيه زحمه، محتاجه نوعيه معينه من اللعيبه من ناحيه سرعه التصرف وتحرك بدون كوره واستغلال فرص وتحمل الضغوط، كل الكلام ده بيفرق بقى، ان انت تكون لعيب لابس الفانيلا الحمراء وتلعب مع النادي الاهلي وتكون بتلعب في فرقه تانية. فهو ده قندوسي السنه دي قدم مستويات رائعه جدا مع سيراميك كليوباترا، ولكن كل الماتشات زي ما بقول لك بتبقى مفتوحه ما بين الفرق في الدوري، فبتدي فرصه للاعب اللي هو عنده الحلول ان هو يتالق ويقدم بشكل كويس عكس ما يروح النادي الاهلي. فانا من وجهه نظري ان قندوسي يكمل تاني مع سيراميكا، هتبقى فرصه ليه برضه كويسه ان هو بيلعب ويحتك، لان كمان مشكله قندوسي في النادي الاهلي ان في لعيبه كتيره قوي في المكان بتاعه ولعيبه على مستوى عالي، وده الفرقه وده النادي على يعني على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا عملوا تاريخ كويس جدا من كم البطولات اللي كسبوها كم كبير جدا، فهتبقى فرصته في اللعب قليله، عشان كده يفضل في السيراميكا احسن. ده من وجهه نظري الشخصيه، وده ما يقللش من امكانياته وما يقللش، وان هو لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب موهوب ويقدر يبقى اضافه كبيره مع سيراميك كليوباترا. كابتن خالد، يعني رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكوره ورغبه كولر في الغاء المنصب، وطبعا اسناد مهمه القائم بالاعمال لسامي قمصان، وفي نفس الوقت وجود محمد رمضان اللي هو واحد من المميزين اللي تولوا طبعا منصب مدير الكرة، لكن ما بقولش ان هو هيتولى المنصب، لكن وجوده في لجنة التخطيط، هل له او اختيار محمد رمضان له علاقة بالتنسيق فيما بعد مع فريق كرة القدم بما لديه من خبرات طبعا في ادارة الفريق قبل كده؟ ده رقم واحد. الاهلي ممكن يتأثر بعدم وجود مدير كرة زي ما اعتدنا خلال يعني عبر تاريخه او خلال السنوات اللي فاتت ال 20 30 سنه اللي في النادي الاهلي، ولا الامور حتى هتمشي بشكل عادي وهي رغبه كولر في المزيد من السيطره
على الفريق بشكل كامل. لا هو مش مزيد من السيطرة بالنسبة لكولر، يعني زي ما قلت لك ان المنصب ده بالنسبة للأجانب هم ما يعرفوهوش، لأن ما فيش فرقة في أوروبا فيه مدير كورة، دي المنصب ده مش موجود عندهم، فهو عشان كده هو مستغرب هذا المنصب. ايوه، في بس نفس هو الوقت بقاله الكلام دوت، لو هو لسه جاي يا كابتن خالد، راجل بقاله سنتين وكان في 2 مديرين كورة موجودين، سواء سيد او خالد، وبالتالي كان بيتعامل معاهم. ما فيش مشكلة، هو بيتعامل، هيتعامل مع أي حد، هو ما عندوش مشكلة في الحتة دي، إنما هو الراجل ارتقى في الوقت الحالي، تمام، لأن إحنا مش موجودين معاه، وده من حقه، ده راجل مدير فني، هو مسؤول عن الفرقة، ومش حكاية إن هو مسؤول عن الفرقة كمان، هو ناجح مع الفرقة، يعني هو واخد السنة اللي فاتت دي كل البطولات اللي اشترك فيها، فمن حقه لما يجي يطلب مطلب من رئيس النادي والمشرف على الكورة اللي هو كابتن محمود الخطيب، انه هو في المكان ده مش عايز حد يكون موجود، كفايه سامي حسام. وبعدين في نقطه مهمه قوي يا اسلام، المهام بتاعت مدير الكره في النادي الاهلي الاداريه، اولا النادي الاهلي فيه جهاز اداري، الناس اللي بتشتغل تحت مدير الكره الاداريين على مستوى عالي جدا، وبقى لهم فتره وعندهم خبره كبيره، وكل واحد بيبقى ماسك ملف بيقدر ان هو يتعامل معاه بشكل كويس جدا، وبيقدر ان هو يخلصه بشكل برضه هايل جدا. هو الناحية حضرتك كابتن الثانية، خالد، يعني تقييمك لأداء خالد بيبو في الموسم اللي فات؟ أنا مش عايز أتكلم على خالد، مش عايز، أنا ما لا، أقدرش أقيمه، هو راجل احنا ما بنتكلمش عليه بشكل يعني لا هو راجل، يسيء ليه، راجل، لكن احنا بنقيمه في منصب مدير الكورة. ما احنا مش احنا اللي نقيم، هو الكابتن الخطيب اللي يقيم، والمدير الفني هو اللي يقيم، ولكن خالد بيبو ساهم في النجاحات اللي حصلت لفرقة الكورة السنة اللي فاتت، محدش يقدر ينكر لم الكلام. يحصل على فرصته كاملة. لا انا برضو دي ما اقدرش ارد عليك فيها، يعني انا مش عايز اتطرق في الموضوع ده كتير، انا كنت عايز اكلمك بس اكمل كلامي بالنسبه للناس اللي بتشتغل تحت مدير الكره في النادي الاهلي، لان الكلام ده انا عارفه لان انا اشتغلت في النادي الاهلي. بالنسبه للسفريات وبالنسبه للكلام ده، في وجود دلوقتي سمير عدلي طبعا خبره كبيره جدا، بيقدر ان هو من ناحيه الحجوزات والسفريات والمعسكرات الامور دي بيقوم بيها برضه بشكل كويس جدا. فهو كولر لما شاف ان الدنيا الناس دي بتشتغل وبتأدي عملها بشكل كويس، تمام، وعرف ان في تجربه قبل كده كان في ناس، معرفش انا مين اللي وصل له بقى المعلومه دي، ان قبل كده في النادي الاهلي كان مثلا ايام مانويل جوزيه، حسام البدري اشتغل كان مدرب عام، واشتغل برضه قام بعمل مدير كوره، هو عارف القصه دي ان حصلت في النادي الاهلي قبل كده، فهو طلبها، فهو ده من حقه. ليه؟ لانه هو مدير فني ناجح، كسب كل البطولات السنه اللي فاتت، ومن حقه، من ابسط حقوقه، انه لما يطلب حاجه هو شايفها من وجهه نظره ان هي في مصلحه الفرقه، كابتن الخطيب وافق له عليها، وده ذكاء على فكره من كابتن الخطيب، عشان يقدر ان هو بعد كده لا قدر الله لو حصل اي ضغوطات يقدر يتحاسب معاه. هي البطولات اللي حصد عليها النادي الأهلي في وجود كولر تنسب لكولر ولا تنسب لإدارة النادي؟ لا تنسب لكل الناس، نمرة واحد لجمهور النادي الأهلي، نمرة اتنين إدارة النادي الأهلي اللي هي بتوفر الإمكانيات المادية اللي بتساعد أي فرقة إن هي تدعم نفسها وإن هي تبان بشكل كويس. نمرة ثلاثة الجهاز الفني والإداري والطبي وكل اللي بيشتغل. يعني أنا سؤالي كابتن خالد، هل لو كولر تولى تمام قيادة أي نادي داخل أو خارج مصر هيحقق نفس النجاحات اللي حققها مع النادي الأهلي، ولا هيكون زيه زي مانويل جوزيه، زي موسيماني، زي هولمان، زي تسابل، زي مدربين كتير جدا أجانب نجحوا وحصدوا البطولات مع الاهلي او داخل النادي الاهلي، او بمعنى ادق داخل منظومه النادي الاهلي، وفشلوا، ومنهم من فشل ذريع خارج النادي الاهلي؟ هنخش في مقارنات، ايه هو المستوى بتاعنا هنا في مصر وايه المستويات اللي بره. لا المستويات اللي بره، لا ما فيش مدرب هيشتغل بره وهينجح نفس الشكل اللي هينجح بيه مع النادي الاهلي، استحاله، لان بره انت بتلاقي عندك 5 6 منافسين متوفره لهم نفس الامكانيات
المادية والإدارية والجماهيرية بينافسوك، فأنت بتلاقي منافسة حقيقية عكس الوضع موجود هنا. أنت دلوقتي كنت بتتكلم على التعاقدات بتاع النادي الأهلي وجاب أشرف داري وجاب عطية طلال، طيب مش في 17 نادي تاني في الدوري؟ أنت سمعت حد على فرقة عمالة بتجيب في لعيبة بتدعم نفسها؟ مفيش. إذن المنافسة هنا في الدوري المصري منافسة غير حقيقية. طبعا لا مش غير حقيقية، هو مفيش منافسة يعني. النادي الأهلي في حتة. أيوة والباقي كله في حتة. ماشي ماشي. مش مختلف معاك. إن المنافسة هنا الأهلي نادي بلا منافس. طبعا لا، انت عشان لما تيجي تقول في منافسة يبقى لازم كل الأندية اللي بتنافس بعض دي بتمر بنفس الظروف، عندها نفس الإمكانيات المالية وعندها نفس الإمكانيات الجماهيرية اللي بتديها قوة كبيرة جدا، وعندها نفس الاستقرار الإداري، وعندها القماشة بتاعت اللعيبة، الكواليتي بتاع اللعيبة اللي يقدر يكسبك وانت حاطط رجل على رجل من بره كجهاز فني او مدير فني. لو الكلام ده متوفر في 3 4 فرق نقدر نقول في منافسة. يرجع ده للنادي الاهلي يا كابتن خالد، ولا يرجع للمنظومة الكروية اللي يعني منهم يعني مش قادر يواكب التطور او النظام اللي ماشي عليه النادي الاهلي؟ لا يرجع طبعا لنجاح النادي الاهلي في الاداره. بس خد بالك النادي الاهلي ماشي على سيستم يعني منذ قدم التاريخ، من زمان هو سيستم ما بيتغيرش. الناس يمكن ورؤساء الانديه هي اللي كانت بتتغير، ولكن السيستم موجود. ما هو السيستم بتاع النادي الاهلي؟ ان انت ازاي تدعم فرقتك عشان تاخد بطولات لازم يبقى عندك لعيبه كويسه على مستوى عالي، فانت لازم يبقى عندك الامكانيات الماديه والفلوس اللي تخليك تقدر تشتري لعيبه تساعد اي مدير فني على النجاح. طيب ده بمصلحه المسابقه كابتن خالد؟ لمصلحه المسابقه؟ بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان فريق بينافس نفسه بس. طب يعني غير مثلا غير الدوريات تانية زي ما حضرتك ذكرت بيكون فيها 4 و5 أندية بيكون فيها منافسة كبيرة أو منافسة ما بين كل الأندية، فبالتالي ده بيقوي من المسابقة. طبعا بس ده مش غلط النادي الأهلي. لا أنا ما بتكلمش على غلط النادي الأهلي، بيعمل شغله صح. أنا ما بتكلمش على النادي الأهلي خالص. أنا بتكلم بشكل عام على الإدارات الأخرى. وهل هي ليها علاقة بإدارات أندية ولا بإدارات منظومة كروية بشكل عام؟ لا حاجتين، هما الاثنين مع بعض، إدارات منظومة رياضية بشكل عام ولكن وإدارات أندية. يعني أنا ساعات كده يعني أنا أقول لك حاجة، مع احترامي الشديد لنادي الزمالك. تمام. امبارح لما بتتفرج على نادي الزمالك في الماتش. طيب هل انت مستني ان يجي لك رعاه بالنسبه للنادي، رعاه ثقيله تدفع فلوس لنادي الزمالك كتير عشان ترعى الفريق؟ يعني ما هي عمليه اصلها مش دي عمليه بسيطه جدا. يعني الزمالك خلال السنه اللي فاتت او منذ انتخاب المجلس برئاسه حسين لبيب زودوا الرعاه من راعي واحد الى 4 رعاه او 5 رعاه. كويس جدا كويس. لكن هل ده كافي يا كابتن خالد؟ لا مش كافي. ولا نادي الزمالك دلوقتي في السنه الاولى ليه فبيواجه مشاكل عديده، فبالتالي لسه نادي الزمالك هيكون فيه بعض المشاكل اللي بيواجهها سواء على مستوى فريق كره القدم او على مستوى قطاعات الناشئين؟ لا بيقابل مشاكل، عنده مشاكل طبعا على مستوى قطاع الناشئين وعلى مستوى الفريق الاول. يمكن نادي الزمالك الحاجة الوحيدة الصفقات الثلاثة اللي هم فعلا عملوا تقل لفرقة نادي الزمالك عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد شحات. هم 4 لعيبة، انا متفق معاك تماما. لا هم دول في حتة، يعني سيبك محمد شحاتة دلوقتي، انا بكلمك على 3 يتحكموا في ميزان لعب نادي الزمالك وتغيير شكل فرقة نادي الزمالك، الثلاثة اللي انا قلت لك عليهم دول. أيوة. محمد شحاتة يجي دي قصه تانية واداء تاني ووظايف تانية فانما لا عنده مشاكل.
عنده مشاكل في قطاع الناشئين، انا بتفرج على الولاد الصغيرين اللي بيلعبوا. هي مش حكايه ان انا برضو لاعب ولاد صغيرين، وانا متهيألي لو جوميز كان متفرج على الولاد اللي كانوا بيلعبوا امبارح دول من قبل كده ما كانش خد القرار ان هو يلعب بيهم في 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 في, في مسابقه زي الكاس مثلا في عدم وجود النادي الاهلي. اخطاوا في نادي الزمالك باللعب بالشباب في كاس مصر، خاصة بعد اعتذار النادي او بعد انسحاب النادي الاهلي. يعني انت شوف النادي الاهلي اتصرف ازاي، بطولة هو ضحى بيها عشان يدي لعيبته فترة الراحة المناسبة، ويدي الجهاز الفني والمدير الفني فترة الراحة المناسبة ليه عشان لما يرجعوا يبتدوا عندهم ماتشات افريقيا وعندهم ماتش السوبر الافريقي قدام الزمالك، فيبقى في فوقان وفي تدعيم، قصة تانية غير القصة بقى اللي انت بتتكلم عليها. ادى اللعيبة اجازة وبيلعب بالصغيرين، وبعدين الزمالك يخسر ويطلع من الكاس ولعيبة صغيرين اتحرقوا، لان لسه قدامهم، انا مفيش حد شدني، لسه قدامهم وقت كبير جدا عشان يلعبوا يعني كتير، وفي ديفوهات كتير جدا، واضح ان في كسور حتى في مراحل التدريب في نادي الزمالك. انا مش بتكلم الكلام ده عشان بنقد نادي الزمالك، لا انا بتكلم. لا ما تتكلم يا كابتن، انت راجل يعني على يعني فكره انا بس كابتن خالد. اولا انت راجل نجم كبير جدا واسمك كبير وليك تاريخك، ومش معنى ان انت كنت بتلعب في النادي الاهلي انك انت ما تنتقدش في الزمالك ولا الاسماعيلي ولا اي حد، ده طبيعي، دي رؤيتك الفنيه، انت راجل خبره كبيره جدا، الى جانب ان في نادي الزمالك ما بيعملوش يعني ايه، ما بيطلعوا ما بيزعلوش من النقد بشكل يعني. الموضوع في الزمالك مختلف شويه، ما بيقعدوش بقى يقعدوا ويزعلوا ويقلبوا الدنيا ونشوف بقى بيانات وحكايات القصه دي. لا انا حتى كلامي ده يعني، فاتكلم وقول اتكلم براحتك يعني عشان مصلحه نادي أكيد الزمالك، لان يعني الكوره في مصر اهلي وزمالك اكيد، واحنا دايما في النادي الاهلي تفكيرنا حتى من ايام ما كنت بلعب على مدار الاجيال ان نادي الزمالك لما بيبقى كويس احنا بنبقى كويسين كمان اكيد طبعا، يعني بتبقى فيه هنا سن التنافسيه. ولكن انا الولاد الصغيرين امبارح صعبوا عليا لان خدوا فرصتهم في تويد غلط، هم مش مؤهلين ان هم يلعبوا دلوقتي تمام صح. ويمكن يعني هم لسه بدري ما يلعبوش، فانا من وجهه نظري طبعا كان قرار مش مظبوط ان هو يضحي بيهم يعني. بشكرك كابتن خالد جدالله، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي السابقين ونجوم مصر، معلقا على التغييرات والتعديلات اللي